دراسة نشرت في مجلة التغذية بتاريخ 28/5/2011، يعني يستطيع إنسان يرجع لها، أثبتت أن تناول حبات من التمر كل يوم لا يؤثر على مريض السكري. هذا أولا. جميل. يعني بالنسبة لمرضى السكري طبعا مع استشارة الطبيب ينصح بأن لا يحرم جسده من هذه المادة، لأن هذه المادة كما سنرى الآن فيها مواد مهمة جدا جدا لسلامة الدماغ والنظام العصبي وسلامة حتى النظام أو الجهاز الهضمي وغير ذلك. لذلك يعني أول ما لفت انتباهي أنا في هذا التمر سبحان الله نوعية الألياف التي يحويها. يعني يقول خبراء التغذية إن نوعية الألياف يعني مذهلة، بحيث أنها تخفض نسبة الكوليسترول والشحوم الثلاثية في الدم. يخفض؟ نعم. كلام جميل. الآن منظمة National Nutrient Database، هذه المنظمة USDA، توصي بتناول عدة حبات من التمر، وقاموا بحسابات دقيقة يعني بالأرقام. إن حبة التمر الواحدة تحوي 1.6 غرام من الألياف الضرورية للجسم. نعم. أي 6% من احتياج الشخص اليومي في حبة واحدة. 6% من احتياج. نعم. التمر الواحدة فيها 6% من احتياج الشخص. فعمليا إذا طبقنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من تصبح كل يوم بسبع تمرات عجوة لم يصبه سم ولا نعم سم. وسنشرح هذا الأمر أيضا علميا، لأن هذا الحديث انتقد طويلا من قبل بعض كثير المشككين. نعم. آه. فلذلك عندما تأخذ 7 حبات من التمر فأنت تأخذ أكثر من 40% من حاجة جسدك من هذه الألياف اللي هي بتذوب بسريعة الذوبان. نعم. في الجسم. وهناك نوع آخر من الألياف أيضا غير قابل للذوبان، وهو مفيد أيضا، بيمنع الإمساك. ده الغير قابل للذوبان. بالضبط. نعم. بيمنع الامساك. اما القابل للذوبان فبيعمل زي الجيلي المفاصل والركب والظهر، ويغذي السينوب الاغشيه الزلاليه في الجسم كله. نعم. لذلك يقولون هذه الالياف ضروريه لمنع السمنه ومحاربه الكوليسترول والوقايه من امراض القلب والوقايه من سرطان القولون. تمام. يعني هذه مهمه جدا، لانها تعتبر مكنسه. مكنسة للفضلات. نعم. الضارة. نعم. ومغناطيس في نفس الوقت تلتصق فيه السموم وتطلع مع الفضلات. وفي دراسة أجريت في عدد نوفمبر في مجلة علوم التغذية عام 2008، تبين أن هذه الألياف التي يحويها التمر لها قدرة مذهلة في تخفيض مستويات الكوليسترول الضار في الدم. جميل. قلنا لأنها عاملة. نعم. زي المغناطيس بتلتصق فيها. نعم. الدهون وتطلع. نعم. مع الفضلات. وكذلك وجدت هذه الدراسة أيضا قدرة هائلة للألياف على تخفيض نسبة الشحوم الثلاثية أيضا عند الإنسان لمن يعاني منها. وفي دراسة أجريت في سبتمبر 2009 تبين أن هذه الألياف، ألياف التمر تحديدا، تخفض نسبة الشحوم الثلاثية في الدم بنسبة تصل إلى 15%. مجرد أن تتناول 4 حبات كل يوم، وهذا بدوره يقي من تصلب الشرايين والجلطة القلبية. وهذه دراسات علمية أجريت وهي مؤكدة، ويستطيع إنسان أن يراجعها طبعا. بالإضافة إن يعني حبة تمر واحدة تحوي كمية من فيتامينات بي، وبخاصة B6 الضرورية جدا يعني للجسم، تساعد على زيادة نشاط الخلايا وإنتاج خلايا دم جديدة. يعني هذا مهم بالنسبة لكبار السن أيضا، هكذا تنصح الدراسة. بالإضافة إلى فيتامينات آ وكي وكاف، فيتامين آ وكي. الآن يقولون بلغة الأرقام، أكل حبتين من التمر العجوة يزودك ب6% من احتياجك اليومي من فيتامين B6، و4% من احتياجك اليومي لمادة النياسين. كم تمرة؟ 2 بس. هم حسب 7. طبعا سيتضاعف طبعا، يعني سيصبح، سأعطيك النسب الآن. اضرب 2 في 7. طيب في فيديو نعرضه دلوقتي على الشاشة.
بيتكلم عن التمر ممكن فهنشوف نعلق عليه. التمر صحيح اكرموا عمتكم النخلة فإنها خلقت من بقية الطينة التي خلق منها أبوكم آدم. سبحان الله. شوف النخلة شامخة ازاي وعظيمة ازاي وجميلة ورائعة ازاي ما شاء الله تبارك الله. هنا هذا الفيديو الحقيقة هناك بحث عجيب جدا نشر حديثا. هذا البحث يعني شيء غريب فعلا من أغرب ما قرأت، أنهم يستخدمون التمر لعلاج التسمم عند الإنسان. لعلاج التسمم. نعم، ونويات التمر هذه بذور التمر تستخدم لعلاج التسمم البيئي. أيوة. التسمم البيئي، نعلم أن هناك كميات هائلة من الملوثات تطلقها السيارات والمعامل ونتيجة الحروب وغير ذلك. هذه وجدوا طريقة للاستفادة من هذه النويات، وهذا هو البحث العلمي أمامنا. صورة البحث العلمي remove toxins يعني المواد السامة في البيئة تستطيع أن تزيلها. يعني عشان كده كانت السيدة أسماء بنت نعم. أبي بكر الصديق نعم. رضوان الله عليها تمر في المدينة تجمع نوى التمر وتطحنه لفرس الزبير، وفرس الزبير كان معروف أنه فرس نعم. من الفرسان القوية جدا. وهذا الباحث دينيس مورفي الذي يقول بالحرف الواحد نحن لأول مرة ندرك الخصائص المذهلة للتمر في علاج السموم والتسممات. سبحان الله. سبحان لذلك الله. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ من تصبح بسبع تمرات عجوة ماذا؟ لم يضره سم ولا سحر. طيب سم إذن هي مناسبة لعلاج التسمم الغذائي. نعم. والحديث لا يعني أبدا أنك تأخذ سبع حبات تمر ثم تتناول كمية من السم. لا. ولكن الحديث له إعجاز علمي أن حبات التمر تطور في جسدك قدرة هائلة على مقاومة السموم وما أحوجنا في هذا العصر عصر التلوث، لأنها بتساعد برضو في تكوين خلايا الدم نعم. الحمراء وتنشيط النخاع الشوكي. يعني أنا لدي فيديو عن التلوث حبذا لو يتم عرضه عن الملوثات على ما يجيبوا الأحجام الهائلة نعم. على ما يجيبوا الفيديو التي تطلقها الملوثات فيديو زهرة فيديو زهرة فاليوم حدثت تغيرات على مستوى العالم حيث إن نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون هي الأعلى في تقريبا في العصر ليس في العصر الحديث منذ آلاف السنين لم يتلوث الجو بهذا الشكل. أيوة. حتى إن أحد الباحثين قال إنك تتناول خلال فترة عمرك أكثر من 80 كيلوغرام من الرصاص والمواد السامة خصوصا عادم السيارات كمان نعم. يعني. فهذه لا يمكن أن تخرج إلا بشيئين، بالتمر وبالصيام. نعم. يعني الصوم له قدرة هائلة على إخراج هذه الملوثات من جسد الإنسان. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كان لما يصوم يفطر على يفطر على تمرات فلم يجد في حسوات من الماء. وبالتالي فإن الغذاء المثالي لمن يحب أن يتخلص من هذه السموم أن يصوم ثم يفطر على تمر. صحيح. هو يعني هذا حتى الصيام الثمان ساعات اللي احنا بنكون نايمينهم نعم. بالليل بنكون صايمين برضه فممكن ومن هنا عشان يعني كده بيسموه بريك فاست. نعم. لذلك هنا قال من تصبح يعني. لماذا؟ لان السكريات الموجوده في التمر بسيطه وسهله الامتصاص. تمام. وفيه مواد ايضا مفيده للنظام العصبي. نعم. تهدئ النظام العصبي الان بالاضافه لان الضغط الاسموزي نعم. بتاع نعم. التمر اعلى من الضغط الاسموزي اللي موجود في جسم الانسان نعم. وبالتالي ليها قدره كبيره جدا على انها تمتص السوائل الزياده في الاميبا والانتاميبا نعم. والميكروبات والجراثيم اللي في البطن. تمام. فيقولون سبع تمرات تعطيك نصف احتياجك اليومي تقريبا من الالياف. تصور هذه السبع تمرات التي نحن لا نلقي لها بالا نعم. وواحد وعشرين بالمئة من احتياجك اليومي لفيتامين بي واربعتاش بالمئة من احتياجك اليومي لمادة النياسين الضرورية لسلامة الجلد والجهاز العصبي. نعم. سبحان الله. لذلك بحث نشر عام 2005 بيّن أن التمر يحوي مضادات أكسدة فعالة في علاج التسمم. نعم. ولذلك يستخدمونه اليوم لعلاج التسمم الكحولي.
عندما يشربون كمية كبيرة من الخمر، ونحن الحمد لله ديننا أمرنا وحرم علينا هذه الخمر. بس احنا بنعمل عادات أسوأ من احنا نشرب خمر ازاي؟ نعم. يعني احنا مثلا في ناس كثيرة لما تيجي تاكل نعم. يشربوا عصير مع الأكل أو ياخدوا مياه غازية مع الأكل، وده نعم. بيعمل نوع من أنواع التخمر على فكرة. صحيح. يعني في ناس كثير مسلمين راحوا عملوا فحوصات لقوا ان الكبد بتاعهم اصبح دهني وفي نسبه كبيره جدا من السموم نعم. نتيجه انه بيشرب عصاير مع الاكل وبياخد مياه غازيه مع الاكل، وده كانك بالظبط شربت خمر. طيب